بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. معادنا الليله دي مع الجزء الثاني من الاصحاح 22 من سفر الرؤيا. كنا توقفنا عند العدد الثامن، هنكمل من اول العدد الثامن لحد نهايه الاصحاح. وزي ما ذكرنا المره اللي فاتت ان هذا الاصحاح بيصور لنا المجد الالهي الباهي الجميل في مدينه اورشليم السمائيه، في الحياه الابديه السعيده الجميله اللي هنقضيها مع المسيح ونراه وجها لوجه. وإزاي إن في نهاية الجزء اللي فات يوحنا شاف الملاك وصدق له على أقوال هذه النبوة، وقال له زي ما النبوات اللي اتقالت قبل كده تمت هيتم أيضا نبوات هذه الرؤية. يعني رجع يوحنا يتكلم عن نفسه تاني في العدد الثامن، يقول وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي انظر لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، أسجد لله. مرة تانية يوحنا يتصور أن الملاك اللي بيكلمه هو الرب يسوع، ويبدو ده راجع للتشابه في العظمة وفي الهيئة بتاعت الملاك. ودي بتورينا ان احنا في الحياة الابدية هيكون لنا هذا المنظر الباهي الجميل، لان الملائكة بيعكسوا مجد الله. فبرضو احنا باجسادنا الممجدة في الحياة الابدية هنعكس المجد الالهي الباهي الجميل في الحياة الابدية. رجع الملاك وبيكشف له وبيقول له انا عبد معك ومع اخواتك الذين يحفظون اقوال هذا الكتاب. الملاك هنا بيضم نفسه مع يوحنا ومع اخوته وكل من يحفظ اقوال هذا الكتاب. ونشوف بقى هنا التحقيق لما فعله السيد المسيح بفدائه العظيم، ان هو ضم السمائيين والارضيين ووحدهم وصار هو رأسا لهم جميعا. ويرجع يقول له لا تختم على أقوال نبوءة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. بيقول له ما تخبيش حاجة، كل اللي شفته اكتبه وانشره، الأيام اقتربت. والحقيقة تقابلنا في هذا السفر مع حاجات حب ربنا إن هو يخفيها، زي مثلا في العدد الإصحاح العاشر لما في الرعود قال بعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قيلا لي أختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. لكن في أحيان أخرى ربنا بيحاول أن هو يعرفنا بما يريد أن هو يقوله لنا. العدد الحداشر بيقول من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. هنا بقى في نهاية الكتاب المقدس وبعد كل الإنذارات وبعد كل الوصايا والأقوال المقدسة اللي ربنا قالها، يعني زي ما تقول ربنا كان عايز يقول أنا عملت اللي علي، أنا قلت كل اللي عندي وأنذرت، بعد كده كل واحد يختار السكة اللي يحبها اللي تناسبه، كل واحد هيسير على هواه لحد ما يأتي يوم الدينونة، ولكن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. وعشان كده بقى نشوف العدد ال 12 يقول فيه إيه، ها أنا أتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. دي اللي بنقولها في القداس الإلهي، يعطي كل واحد حسب عمله. في حرية مكفولة للجميع، لكن ربنا عادل هيجازي كل إنسان كما يكون عمله. ودي بتورينا هنا قيمة الأعمال، يعني الإيمان لوحده كويس بس لا يكفي، لأن الشياطين تؤمن وتقشعر، لكن المهم فين الأعمال، فين الأعمال اللي الإنسان قدمها عبر بيها عن إيمانه عشان حتى لا يكون الإيمان ميتا. وبعدين يرجع ربنا يكشف عن نفسه، يقول أنا الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. يعني المسيح عايز يقول إن هو رأس الكنيسة وضابط الكل، بيحرك كل الأمور، هو يحتضن الجميع ويحرك كل الأمور للخير، فليه الإنسان يخاف؟
وبعدين يرجع يقول طوبى في العدد 14، طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة. طوبى للذين يصنعون وصاياه مرة تانية، هنا بقى بيأكد على قيمة الأعمال الصالحة، بيصنعوا الوصايا يعني بينفذوا كلام ربنا. يكون سلطانهم يعني يكونوا مستحقين ان هم ينالوا نصيبهم من شجرة الحياة، انهم يأكلوا من شجرة الحياة. فالشجرة رمز للمسيح. ويدخلوا من الأبواب يعني يسمح لهم بالدخول، تسمح لهم الملائكة انهم يدخلوا. مين هم بقى اللي مش مسموح ليهم انهم يدخلوا من الأبواب؟ يقولها بقى هنا في العدد 15، لأن خارجا الكلاب والسحرة والزنا والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. دي قائمة الملائكة بالناس اللي هتمنعهم الملائكة من الدخول لأورشليم السمائية. كلها واضحة ما عدا بس الحتة الأولانية، الكلاب. من هم الكلاب؟ اللي هم بيتصرفوا تصرفات مع المؤمنين تشبه تصرفات الكلاب، يعني اللي هي بينهشوا لحومهم أو بيهيجوا الحكام والولاة عليهم، أو كان يشير للناس اللي عايشة في النجاسة بكلمة الكلاب، اللي هم عايشين في النجاسة وفي الشر يعني. وفي العهد القديم كان الكلب يشير للنجاسة يعني، وكانت تقال عن الأمم الوثنيين أو عن المرتدين المسيحيين اللي هم ارتدوا عن الإيمان، يقول لك إيه، مثل كلب رجع إلى قيئه مثلا يعني. وبعدين يشهد المسيح عن نفسه، يعني يكشف عن نفسه، يقول أنا يسوع، العدد 16، أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس. أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. الله، كلام جميل جميل جميل. هنا المسيح بيقول أنا يسوع، بيكشف لينا عن نفسه. كلمة يسوع يعني مخلص، بيكشف لنا عن دوره أنه مخلص. يسوع هو مخلصنا، مخلصنا، مخلص العالم، مخلص الناس كلها يعني. أنا أصل وذرية داود، أنا إله وخالق داود، فأنا أصله من جهة اللاهوت يعني، لكن أنا ذرية داود من جهة الناسوت، صرت بالجسد ابنا لداود. ودي الآية دي بتشرح لنا بوضوح شديد جدا عن شخص الرب يسوع المسيح الإله الكلمة المتجسد. أنا أصل وذرية داود، تشرح لنا مين هو شخص السيد المسيح. أما كوكب الصبح المنير ده عبارة عن نجمة صغيرة كده، هو تبان في آخر الليل، تنذر بنهاية الليل وشروق الشمس بتاعت اليوم الجديد. يسموها كوكب الصبح المنير، تشرق النجمة دي وعلى طول بيختفي الليل وتبتدي أشعة الشمس تخترق الظلام ويبتدي النهار يطلع. فالمسيح أشرق على كنيسته وقال عن نفسه أنه هو كوكب الصبح المنير إذانا بمشرق الشمس وانتهاء الظلام. فلما المسيح تجسد كان هذا إذانا بنهاية الظلمة في العالم، وجاء المسيح نورا للعالم عشان يمجد كنيسته. عدد 17، الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. الروح والعروس يقولان تعالى، هنا الروح القدس بيحرك أشواق المؤمنين لمجيء المسيح الثاني، يعني بيخلينا إحنا كمؤمنين نبتدي نصرخ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين. يحركنا نحن نشتاق لمجيء المسيح وابتداد ملكوته على الأرض. وأيضا هو اللي بيعمل في المؤمنين وفي الكنيسة عشان تدعو الرب يسوع، الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، يعني أمين تعالى أيها الرب يسوع المسيح. والروح بيضع في أفواه القديسين هذه الصلوات زي ما وضع في فم بولس الرسول لما قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، وكل من يسمع فليقل تعالى. بالضبط زي ما كل من يتذوق حلاوة العشرة مع المسيح يدعو الآخرين، يقول إيه، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ومن يرد فليأخذ ماء حياة،
يأخذ من الماء ماء الحياة، ده العربون. لكن في السماء هنشرب من نهر الماء الصافي اللامع كالبلور. وبعدين ناخد العددين 18 و19، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب أن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال الكتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. هنا بقى في نهاية الكتاب ربنا بيحذرنا من التحريف بأي صورة من الصور. وبعدين يختم في العدد 20 و21، يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا، أمين، تعال أيها الرب يسوع. الشاهد ده اللي هو الرب يسوع نفسه يعني، ونعم يعني بيصدق على كل ما جاء في هذا السفر من نبوءات. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم أمين، دي كانت آخر كلمة بقى في كتاب العهد الجديد لما بيقول له نعمة ربنا يسوع المسيح. ودي بتورينا الفرق ازاي آخر كلمة في كتاب العهد القديم بيقول له لألا آتي وأضرب الأرض بلعن، والآخر كلمة في العهد الجديد لما بيقول له نعمة ربنا يسوع المسيح، طبعا بسبب الفداء، بسبب الخلاص اللي المسيح أتمه على الصليب. في الختام بنشكركم على أنكم رافقتونا في هذه الرحلة الجميلة، تجولنا فيها في هذا السفر النبوي الرائع اللي شهد لنا بالحياة الأبدية والمجد الإلهي الباهي العظيم اللي هنبقى فيه في مجيء المسيح. يتبارك الله في الكنيسة ويتمجد اسمه لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد.